يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة سواء على الساحة الرياضية المحلية أو الساحة الرياضية العالمية، وبكل تأكيد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي على مدار ساعة من دلوقتي. عندنا تفاصيل كتير وأخبار كتيرة، لكن دايما البداية والأهم بالنسبة لنا يكون في تفاعل ما بيننا وما بين حضراتكم. وسؤال حلقة النهاردة بيتعلق بقرعة الشامبيونز ليج، ورأيك في إيه هي أقوى مواجهة من وجهة نظر حضرتك في دور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد ما أجريت القرعة ظهر اليوم. هناخد تفاعلات حضراتكم على مدار الحلقة، أو بالتحديد في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. هتكلم برضو على الشامبيونز ليج والقرعة ونتائجها، بس نروح الأول لأهم وأبرز عناوين الحلقة. يلا بينا. في ترند الأهلي، يا الأهلي يواجه غزل المحلة على ملعب الأهلي والسلام. الترند المحلي، قلق في معسكر منتخب الشباب بتونس بسبب كورونا. أما في الترند العالمي، مباريات مثيرة في دور 16 من دوري الأبطال. طيب قبل ما اروح الفاصل، خليني اقول لحضراتكم النتيجه بتاعه قرعه دور 16 من دوري ابطال اوروبا. والكل في الحقيقه المهتم بالكره العالميه بينتظر هذه البطوله، وبالتحديد الادوار الاقصائيه بفارغ الصبر، لان هي بتشهد يعني اثاره ونديه قويه جدا. دي لقطات من القرعه النهارده اللي نتجت عن مواجهات مهمه قوي. اتلانتا ضد ريال مدريد، مباراه هتبقى قويه، لكن يعتبر نسبيا الافضليه ريال مدريد لو استمر بالمستوى اللي ختم بيه مباراه اتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وفوزه بنتيجه 2-0. اشبيليه مع دورتموند، مباراه متكافئه جدا. باريس سان جيرمان هيقابله برشلونه، وميسي قابل نيمار، نيمار هيقابل فريقه السابق وايضا زملائه السابقين. مباراه هتبقى قوية جدا، واكيد هتشهد متابعة كبيرة جدا من كل الجماهير. من ضمن كمان المباريات، بورتو ضد يوفنتوس الايطالي، بورتو البرتغالي مع يوفنتوس، مباراة ايضا قوية، لكن نسبيا برضه هتكون الارجحية لفريق يوفنتوس، وبصراحة في البطولة دي ما تضمنش اي حاجة يعني. لايبزيج ضد ليفربول، ونجمنا المصري محمد صلاح نتمنى له كل التوفيق باذن الله. اتلتيكو مدريد ضد تشيلسي، مباراة قوية جدا جدا هذه المباراة. لاتسيو ضد بايرن ميونخ، بايرن طبعا اقوى، وايضا بورسيا مونشن جلادباخ ضد مانشستر سيتي، دي ايضا مباراه هتبقى من ضمن المباريات في دور ال 16 لبطوله دوري ابطال اوروبا. الذهاب هيكون امتى؟ بدايه من يوم 16 فبراير، دي مباريات الذهاب، ومباريات الاياب هتكون بدايه من يوم 9 مارس. يعني الذهاب والاياب هيتلعب في خلال اسبوعين عشان نشوف الثمان فرق اللي هتأهلوا لدور الثمانيه من الشامبيونز ليج الاوروبي. طيب بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا بتتعلق بالنادي الاهلي، وبالتحديد بعد فوز امبارح على المقصه بنتيجه 3-1. استنونا بعد الفاصل. طيب نبتدي بانطلاقه النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، وفوز هام جدا بالنسبه للفريق على فريق مصر مقصه بنتيجه 3-1 في مباراه شهدت تالق عدد من اللاعبين، وفي نفس الوقت قدرت ان انت تحقق البدايه المطلوبه. البدايه المطلوبه بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في 3 نقاط، بتتمثل في نتيجه مرضيه تديك ثقه ودفعه لما هو قادم من تحديات ومباريات سواء في الدوري او حتى بدايه دوري ابطال افريقيا، وكمان قبل مباراه المحله والزمالك في الدوري العام. ففي كل الاحوال البدايه مرضيه جدا جدا بما انك فزت وحققت 3 نقط، وان شاء الله باذن الله تستمر بهذه الوتيره، وتقدر ان شاء الله باذن الله الفريق يسعد كل جماهير النادي الاهلي زي ما هم متعودين. في فرص كتير جدا ضاعت، الفرص الكتير اللي ضاعت امبارح دي ناتجه عن ايه؟ عن عدم الانسجام الموجود في الثلث الامامي في الملعب، وده كان كلام مستر بيتسو موسيماني بعد المباراه في المؤتمر الصحفي. ممكن الاداء ما يكونش مرضي للبعض، وانا متفق مع حضراتكم، تحديدا الشوط الاول ما كانش الاهلي هو الاهلي. لكن في الشوط الثاني تحديدا كمان كان في يعني تحسن كبير وواضح بالنسبه لاداء اللاعبين. ده جزء احنا بنركز عليه دايما بعد النتيجه، النتيجه هي اللي بتبقى الاهم، لكن الاداء دايما بيحب جمهور الاهلي ان هو يبقى مبسوط من خلال الاداء. فبالتالي الاداء هيتحسن اكتر واكتر لما اللعيبه دي تلعب مع بعض بشكل كبير ويبقى في انسجام
واضح، وده هيجي مع توالي المباريات و يعني ان هم يشاركوا مع بعض بشكل اساسي. يعني احنا مثلا شفنا في الخط الامامي امبارح كهربا بيلعب اول مره مع طاهر، مع مثلا مع قفشه، طاهر اول مره يلعب مع قفشه، عندك في الهجوم محمد شريف اول مره يلعب. يعني تحس ان هم ما كانوش متفاهمين، التفاهم ده هيجي مع توالي المباريات ده امر مؤكد، فبالتالي هتلاقي الاداء اللي انت مستنيه باذن الله. فده كان طبيعي واقعي جدا ان ما يكونش الاداء بالشكل المطلوب، وخصوصا في ظل ضغط المباريات الاهلي ما ريحش ما بين موسمين، يعني مش الاهلي بس، كل الفرق التحديد يعني. فان شاء الله نتمنى يكون في افضل من كده خلال الفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. عايز اتكلم عن طاهر محمد طاهر، لان الناس بتتكلم وبتقول ان طاهر مش هو ده اللعيب اللي احنا كنا منتظرين منه اداء افضل من كده، مش هو ده طاهر. لكن واضح على طاهر امبارح في المباراه ان هو عايز يعمل كل حاجه في الكوره، عليه ضغط شويه، كلام من ده، عايز يثبت نفسه يعني. ده طبيعي اي لاعب متواجد في النادي الاهلي، لكن احنا عايزين نوجه رساله لطاهر، لعيب كبير جدا جدا جدا، عندنا ثقه كبيره جدا فيه وفي امكانياته. حتى لو طاهر محمد طاهر احنا بنقول له من خلال رسائل جماهير النادي الاهلي، لو العشر ماتشات اللي جايين لعبهم بشكل مش جيد احنا في ظهره ووراه وهنسنده، لان هو لاعب كواليتي عالي جدا، امكانياته عاليه جدا، ومستواه هيجي وده طبيعي جدا، ممكن ما تبقاش موفق في البدايات، لكن الشخصيه موجوده، الجانب المهاري، كل الامور البدنيه والفنيه اللي ممكن تتمناها في اي لاعب يكون عندك في النادي الاهلي متوفره في طاهر محمد طاهر. ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه يكون افضل من كده بكتير، ومطلوب جدا دعم جمهور النادي الاهلي، وده امر انا متاكد منه لهذا اللاعب. كهربا كان احد ابرز نجوم المباراه امبارح بجانب علي معلول، اهداف طبعا كان علي معلول وكهربا، وايضا مين تاني يا جماعه فكروني، اهداف النادي الاهلي امبارح السولية حط هدف جون حلو قوي، فبالتالي كهربا بالتحديد شارك في هدفين، الهدف اللي هو الاولاني اللي جه من ضربه جزاء ده هو اللي وجاب الهدف الثاني، ونفس الحال بالنسبه لعلي معلول جاب الهدف ده وصنع هدف عمرو السولية الاخير الهدف الثالث. ففي كل الاحوال امور جيده وبدايه مبشره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان الهدف خلاص تحقق من مباراه امبارح، وان انت خدت الثلاث نقاط. لكن تعالى لي بقى في اهم لقطه في المباراه واللي الكل بيتكلم عنها، وهي في الحقيقه لقطه ترند بكل المقاييس، وهي فيما يتعلق ب مش عايز اقول مشاده على قد ما هي توجيهات من احد نجوم الفريق عمرو السولية واحد القائدين للفرقه داخل الملعب هو عمرو السولية لمحمد شريف. واللقطه يمكن الناس اتكلمت عنها كتير وكانت ظاهره جدا في المباراه، وعجبني جدا في عمرو، دي بقى اللقطه اللي انا عايز اعلق عليها، بس عاجبني جدا في عمرو غيرته على الفرقه عمرو السولية، وان هو بيوجه اللاعبين وبشكل قوي جدا، وده بيبقى ساعات يا جماعه حاجه مطلوبه. لكن اللقطه دي بقى الاهم بالنسبه لي، شوف كهربا ودوره، تحس ان هو كابتن النادي الاهلي. كهربا بقى له ايه ما كملش يا داخل في شهر يناير، بقى له سنه في النادي الاهلي، ابن من ابناء النادي الاهلي وكل حاجه، لكن شوف الحس بتاعه ودوره مع الفرقه، حتى لو انا مش كابتن فريق النادي الاهلي لكن عندي ادوار اخرى بقوم بيها. لما جاب السولية الهدف فهو كهربا راح قايم لمحمد شريف خده وودعه على الخط زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان سولية يجي يحيي محمد شريف عشان الامور تبقى انتهت تماما، واصلا ما كانش فيه حاجه، هي الموضوع عباره عن توجيهات ممكن تكون بشكل قوي من عمرو السولية لمحمد شريف. محمد شريف خامه جيده جدا ولاعب مميز جدا، وفي الحقيقه حسينا بخطوره واضحه من خلاله في خط الهجوم بما انه كان مهاجم الفريق في ماتش امبارح. فدي من اهم اللقطات، ولقطه بتبين لك قد ايه الروح اللي موجوده ما بين اللاعبين في النادي الاهلي، وده اللي مطلوب خلال المرحله اللي جايه. وانا هربط بقى اللقطه دي مع حضراتكم بلقطه ثانيه لاول مره هتشوفوها من خلال برنامج الترند، وهي لقطه خاصه جدا في حلقتنا النهارده، ولقطه خاصه جدا للترند. اللقطه اللي جايه بتتعلق بجونيور اجايه بعد اللقطه اللي حضراتكم بتشوفوها في البرنامج، وانا من خلال جونيور اجاييه هبتدي اخبار النادي الاهلي النهارده. اجاييه الوضع بالنسبه له اصابه طويله شويه، جاله بالظبط بالتحديد خلع في الوتر الوحشي للكاحل، الخلع ده هيحتاج عمليه جراحيه، ده بعد ما تم استشاره كل الاطباء وتم اتخاذ القرار كل اجمع على لازم يبقى في عمليه للاجاييه. اللقطه دي بقى اللي حضراتكم شايفينها ولاول مره بتتذاع، دي مواساة سعد سمير ووليد سليمان كباتن النادي الاهلي، الاثنين كباتن النادي الاهلي، لجونيور اجاييه وهو بيبكي. اللاعب كان زعلان جدا لما عرف، اللقطه دي بالتحديد يا جماعه كانت اول امبارح، لما اللاعب عرف انه خلاص لازم هيعمل عمليه، فبالتالي بيغيب عن مباريات النادي الاهلي، وبالتحديد كمان عن مباريات الاهلي في كاس العالم للانديه، وده كان حلم لاي لعيب
خصوصا بعد انت ما هتعود للمشاركه بعد فتره كبيره جدا 7 سنين، فاي لعيب هيزعل. اجاي حريص جدا ان هو يتواجد مع النادي الاهلي في كل المباريات سواء في الدوري او في اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي، ما بالك كمان لما تكون بطوله كاس العالم للانديه. فانا بطالب جمهور النادي الاهلي ومتاكد جدا بدورهم خلال الفتره اللي جايه في دعم جونيور اجاي، واحد من اللعيبه الاهلاويه قوي اللي بيحب الاهلي من قلبه يعني. لقطه مهمه وبتبين لك كمان الروح اللي ما بين لاعيبه النادي الاهلي وبعضهم، مواساه مهمه جدا من سعد سمير كابتن النادي الاهلي ووليد سليمان احد كباتن النادي الاهلي ايضا لجونيور اجاييه، ويعني بيقولوا له خلاص ما تزعلش ده قدر، الاصابه دايما بتبقى قضاء وقدر، وان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع سريعا. هو هيغيب 3 شهور يعني، ان شاء الله 3 شهور يبقى في الملعب يعني، الاصابه من شهرين ونص لثلاثه، 3 شهور يبقى في الملعب باذن الله تعالى، ما فيش وتر اكيلس ولا حاجه. والموضوع زي ما قلت لحضراتكم بالظبط بالظبط خلع في الوتر الوحشي للكاحل، فبالتالي جراحه وباذن الله يعود اجاييه لصفوف النادي الاهلي احد ابرز اللاعبين على مدار السنوات الماضيه. لكن انا اصريت ان انا ازيع اللقطه دي عشان ابين لحضراتكم دايما النادي الاهلي العلاقات ما بين اللاعبين فيه بتبقى عامله ازاي، زي اللقطه دي على غرار اللقطه اللي فاتت بتاعه السوليه وكهربا ومحمد شريف، وهي دي السمه الاساسيه اللي بيمتاز بيها لاعبي النادي الاهلي، وهي دي السمه الاساسيه اللي بتقودك دايما لتحقيق الالقاب والبطولات والانجازات الهامه. لقطه مهمه جدا في الحقيقه، وان شاء الله باذن الله الامور تسير على ما يرام خلال الفتره الجايه بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي. طيب نكمل اخبارنا واخبار النادي الاهلي واهم الامور اللي بتتعلق بالفرقه خلال المرحله اللي جايه، وفي الحقيقه المرحله اللي جايه مهمه جدا لان عندنا اكثر من تحدي، بدايه من مباراه غزل المحله اللي هتكون يوم الجمعه القادم، وخلاص بشكل رسمي المباراه هتكون على استاد الاهلي والسلام. وانا عايز اوضح لحضراتكم الجزئيه دي تحديدا، المفروض الماتش ده بتاع مين؟ بتاع المحله، من تنظيم فريق غزل المحله، فالمباراه كانت المفترض انها تتلعب هناك في استاد غزل المحله، ففي لجنه أمنية راحت تعاين الملعب لقيت ان الملعب غير جاهز لاستضافة هذه المباراة، فتقرر ان المباراة بتاعت يوم الجمعة اللي جاية دي تبقى من تنظيم النادي الاهلي، هي مباراة النادي الاهلي، على ان تكون المباراة اللي في الدور الثاني هي مباراة غزل المحلة وتبقى على استاد المحلة يكون جاهز ويكون جاهز لاستضافة المباريات بشكل طبيعي. فالمباراة خلاص يوم الجمعة الساعة 7:30 على استاد الاهلي والسلام بشكل رسمي، ده قرار اتحاد الكرة وتم اختار به النادي الاهلي، ونتمنى النادي الاهلي كل التوفيق في هذه المباراة. مباراة غزل المحلة مهمة، هتخلص المباراة يوم الجمعة، يوم الجمعة بالليل هتسافر النيجر عشان تلاعب فريق سينو ديب بطل النيجر هناك في مباراة الذهاب من دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتالي النهاردة كان في اجتماع وجلسة ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني على هامش المران، وكان الكلام فيها على أبرز التحضيرات الخاصة بالفترة اللي جاية وبالتحديد فيما يتعلق بالسفر للنيجر عشان نواجه فريق سنوديب إن شاء الله يوم 23 بشكل رسمي، يوم 23 ديسمبر الجاري، عشان ترجع من المباراة دي تلعب الزمالك يوم 28 بإذن الله في الجولة الثالثة او الرابعه تحديدا من بطوله الدوري، لان انت هيبقى الجوله الثالثه عندك مؤجله خلال الفتره الجايه عشان عندك تحدي افريقي. طيب كمان على هامش المران النهارده او قبل المران تحديدا كان في اجتماع من مستر بيتسو موسيماني مع لاعبي الاهلي، واتكلم معاهم في هذا الاجتماع عن بعض الامور الفنيه اللي بتتعلق بمباراه امبارح وبعض الملاحظات اللي هو شافها على مدار ال 90 دقيقه، وتعليمات بتبقى مهمه جدا من مدير فني واضح ان هو مميز قوي مستر بيتسو موسيماني، وان شاء الله باذن الله الاخطاء يقدر الفريق يتفاداها خلال الفتره اللي جايه. عندنا اصابه اخرى ويعني زعلنا على الاصابه دي شويه، ناصر ماهر وتعرض لخلع في الكتف امبارح في المباراه، والخلع لو حضراتكم مركزين في اللقطه ناتج عن الحماس الشديد، كل لعيب عايز يثبت نفسه في الفرقه عشان يحجز لنفسه مكان اساسي، ايا كان حجز مكان اساسي في الاهلي ده هيبقى صعب شويه، لكن الجميل الاصرار اللي عند اللعيبه في كل تدخل في كل لعبه في المباراه عشان يقدروا ان هم يثبتوا نفسهم للجهاز الفني والجمهور النادي الاهلي، ده امر مميز. الف مليون سلامه على ناصر ماهر، خلع في الكتف ان شاء الله باذن الله يعود سريعا، هيغيب من 3 لـ4 أسابيع بالكثير، وان شاء الله يكون متواجد مع الفرقه. خلاص هو كده بره مباراه الزمالك يوم 28 سواء هو او جاي طبعا بالتالي يعني. الجميل كمان في النادي الاهلي ان احنا عندنا قائمه ما شاء الله مليئه باللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، وانت عارف تلاحم المباريات وموسم طويل، فانت محتاج ان انت مش يبقى عندك 18 لاعب بس كويسين، لا انت عندك قائمة كاملة ممتازة. طيب دي اهم الاخبار وابرز الامور اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي خلال مباراة الامس ومران اليوم بالتحديد. كمان هروح لفاصل سريع ولسه عندنا اخبار اخرى مهمة هنتكلم فيها، بس استنونا بعد فاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين متواجد في تونس عشان يشارك في فعاليات بطوله شمال افريقيا المؤهله لبطوله الامم الافريقيه للشباب في موريتانيا 2021، والبطوله دي بتقام من يوم 15 ليوم 28. النهارده الظهر كده فوجئنا ان المنتخب كان عمل مسحه، ونتيجه المسحه طلعت النهارده ان عندنا 17 لاعب في منتخب مصر عنده كورونا، وكمان بالاضافه للكابتن ربيع ياسين المدير الفني طبعا عينته كمان ايجابيه. عايزين نعرف حقيقه الوضع واخر التطورات بخصوص هذه الجزئيه، علشان كده معانا على الهاتف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره. يا دكتور جمال اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، شرفت بحضرتك وبكل المشاهدين. اهلا وسهلا بيك. عايزين نطمن على اخر التطورات اللي بتتعلق بمنتخب الشباب، وهل فعلا هيكون في مسحه ثانيه، ونتيجتها هتكون امتى، وايه الامور هتمشي ازاي بالنسبه للمنتخب؟ هو طبعا اولا اسمح لحضرتك بس اطمن اولاء الامور واطمن كويس اهل اللاعبين واهل البعثه انه كل اللاعبين وكل اعضاء البعثه بصحه جيده وممتازه، وان هم ما فيش اي اعراض على الحمد اي لله. حد من اللاعبين الحمد لله. ويمكن عدم وجود الاعراض ده اتكررت معانا يمكن في سفر البعثه المنتخب في توجو مع كابتن محمد صلاح وكابتن محمد النني، وكانوا معانا في التمرين وانا كنت موجود معاهم. وما كانش في اي اعراض. نفس الوضع حضرتك، الفريق اتمرن امبارح بشكل اكثر من رائع، واللعيبه كلها يعني الجانب الصحي عندهم عالي جدا. ولكن النتيجه المفاجاه اللي حضرتك اتكلمت عليها ان احنا فوجئنا فعلا، في الاول قالوا 13 وبعد كده جاء تقرير ثاني ب 17 لاعب بالاضافه للكابتن ربيع ياسين. على الفور كان في اتصالات مع معالي السفير فهمي ومع وزاره الرياضه ووزاره الصحه في تونس لعمل مسحه ثانيه جديده. وفعلا المسحه يمكن حضرتك بتكلمني تقريبا من ربع ساعه جه فريق طبي فعلا من معمل اخر غير المعمل اللي عمل المسحه، وعمل فعلا المسحه واخذ العينات. واحنا بنحاول ان احنا يكون كمان النتيجه ان شاء الله تكون مساء اليوم او تكون صباحا عشان نقدر ناخد القرار المناسب ان شاء الله بناء على نتائج المسح. اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا، اللائحه بتقول انه لو في 15 لاعب من بينهم حارس مرمى ملزم الفريق ان هو يلعب، منتخب الدوله انه يلعب. لو كان العدد اقل من كده ما تقامش المباراه. لو اكتر، لو العدد اكتر من 15، لو اكتر لو اكتر من 15 لو اكتر من لا هو لازم يكون عندك 15. تمام، 15 لو 15 تلعب عادي. لو 15 تلعب مع 11 لعيب واربعه احتياطي، لو قل عن كده ما تلعبش. لو قال عن كده ما تلعبش. عشان كده احنا مش موضوع ان احنا نلعب وما نلعبش، ده ما هواش الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي الاطمئنان على صحه شبابنا واولادنا وعلى اعضاء البعثه. ده الهدف، الهدف رقم واحد. الهدف رقم اثنين ان احنا في حاله الاطمئنان ان احنا نشارك او احنا نشارك، فده في حاله فقط الاطمئنان. فنتيجه المسحه اللي عملت من ربع ساعه هي اللي هتحدد كل الامور. لكن باكد ثاني واسمحك تاكد تاني انه الكل بصحه مستقره وده اهم حاجه بالنسبه لنا. طيب، حقيقه مطالبه بعض عناصر المنتخب بالعوده لمصر على وجه السرعه يا دكتور، هل حصل فعلا ان في طلب تقرير؟ القرار شوف حضرتك القرار قرار مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ودايما القرار ده ما بيتخذش بشكل فردي نهائيا، بيتخذ بشكل جماعي، وبعدين برضه في قيادات احنا بنستشيرها في كل شيء. وبالتالي صعب جدا انك انت تاخذ اي قرار فردي لمجرد رؤيه خاصه. ولكن طبعا الحاجات دي مرتبطه طبعا بوزاره الصحه العامله الموجوده هناك بناء على العينات، بعديها ناخذ القرار طبعا اللي فيه الصالح العام واللي فيه صالح ابنائنا. طيب، حقيقة كمان ان كل المنتخبات المشاركة في البطولة دي متواجدة في مقر إقامة واحد وفندق واحد، هل الكلام ده صحيح يا دكتور؟ هو حضرتك الكلام صحيح، لكن ده حضرتك ليس فيه، مش هقول انه فيه خطأ بالشكل اللي حضرتك بتتخيله. تمام، لانه الفندق كبير جدا، ضخم جدا، على مساحة كبيرة جدا، بيتسع لكل المنتخبات. ودي وجهة نظر اتحاد شمال افريقيا، ما احناش متحكمين فيها، ان هو
عشان ما يبقاش فيه تمييز في فندق عن الاخر، وبعدين بيبقى فيه هدف ثاني ان وجود الشباب في اماكن واحده فيها نوع من التعارف والتآزر ما بين شباب دول شمال افريقيا، فليها هدف اجتماعي غير الهدف الرياضي. لكن ظروف الكورونا طبعا هي اللي صعبت من هذه الامور، ودي مش اول مره، لا اتكررت قبل كده ان اقيمت المنتخبات في فندق واحد في بطولات شمال افريقيا السابقه. واقول لحضرتك حاجه، منتخب مصر الاول ومنتخب توجو في المباراه الاخيره في توجو كانوا مقيمين في فندق واحد، يعني كانوا الفريقين موجودين في فندق واحد. الفندق ضخم جدا حضرتك، وما هوش فيه اي نوع من التكدس، ولكن حضرتك عارف الشباب في المرحله السنيه دي بيبقى عندهم جانب من يعني عدم الاكتراث او عدم الاكتمال بشكل. طيب دكتور، خليني افترض معاك السيناريو الأسوأ، ولا قدر الله، لا قدر الله لو طلعت برضو ان نتيجه المسحه الثانيه ان برضو نفس العدد من الحالات الايجابيه بما فيهم المدير الفني وكلام من ده، ايه الوضع وايه القرار اللي ممكن يتم اتخاذه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وهل في تواصل وتنسيق مع اتحاد شمال افريقيا ولا لا؟ بالتاكيد في تواصل ما بين وما بين محمود الهمامي سكرتير اتحاد شمال افريقيا، وما بين عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد حاليا اللي هو رئيس الاتحاد الليبي ورئيس الاتحاد الحالي. التواصل ده مستمر على طول بصفه مستمره ما بيننا وما بينهم وما بين معالي السفير، والقرار مناسب. بس انا مش هنقول دلوقتي تمام بعد ما نستنى النتيجه ان شاء الله. بالظبط بعد ما تظهر نتيجه المسحه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه المكلفه باداره شؤون الاتحاد المصري لكره القدم، واهم حاجه في المداخله دي ان هو طمنا على حاله المصابين حتى الان بكورونا، 17 لاعب والكابتن ربيع ياسين الف مليون سلام عليهم. النتيجه بتاعت المسحه الثانيه ممكن تطلع النهارده بالليل او بكره الصبح على اقصى تقدير، وان شاء الله نطمن من خلالها، وان شاء الله يكون الامور جيده بالنسبه لمنتخب مصر. نروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل. استنى ترند الاهلي واهم واخر الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي خلال الساعات الحاليه. نبتدي بحساب النادي الاهلي على انستغرام، الحساب الرسمي، واللي بيقولوا فيه نمبر 1 في اشاره للرقم الجديد اللي ابتداه محمد الشناوي بدايه من هذا الموسم، وهو رقم 1 بعد ما كان بيرتدي رقم 16 على مدار السنوات السابقه. هو بصراحه يستحقه ان هو يبقى يرتدي الرقم ده، لان هو فعلا رقم 1 محمد الشناوي، سواء على مستوى حراسه المرمى في مصر او كمان في افريقيا ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. خلينا نروح كمان لحساب النادي الاهلي على تويتر، واللي بيقول علولو يا علولو، بعد هدف اليوم علي معلول يصل لهدف رقم 15 مع فريقنا بالدوري. علي معلول مش محتاج يعني ان احنا نتكلم عنه، علي معلول ما شاء الله عليه لعيب تقيل جدا، واحد المفاتيح المؤثره دايما في اي مباراه بيشارك فيها النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق دايما. لسه مع علي معلول من خلال سبورت 360 وحسابهم على تويتر، بيقول اول مباراه بالموسم الجديد هدف واسيست لعلي معلول، يعني جاب هدف من ضربه جزاء وعمل اسيست لعمرو سلامه. بالمناسبه كهربا برضو يعتبر عمل هدف واسيست، ضربه الجزاء هو ساهم فيها ما بتحسبش اسيست في الاحصائيات والارقام، لكن هو يعتبر ساهم في هدفين ايضا، احد نجوم المباراه. الاثنين بصراحه عملوا مباراه كبيره جدا امبارح، سواء كهربا اللي هنتكلم عليه دلوقتي او كمان علي معلول. في الجول وحسابهم على فيسبوك بيقولوا يعني في الدقيقه الرابعه كهربا تحصل على ركله جزاء ترجمها معلول لهدف اول، في الدقيقة 65 قبل هدية قفشة وسجل هدف فوز الأهلي في شباك المقصة، كهرباء أنار الطريق للأهلي نحو 3 نقاط، وكمان هينير الطريق للنادي الأهلي بإذن الله نحو مختلف البطولات على مدار هذا الموسم. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعديه لسه عندنا فقرات أخرى في حلقة الترند، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في ترند الأهلي، والخبر اللي جاي معانا من صفحة الوطن سبورت على تويتر، واللي بيقولوا بعد الإصابة التي ضربت الثنائي في الفترة الماضية في إشارة لناصر ماهر وإصابته بخلع في الكتف، وأيضا جونيور أجاي وإصابته في الكاحل، بالتالي الثنائي هيغيب عن النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، ويعني أقرب واحد هيرجع هو ناصر ماهر إن شاء الله خلال 3-4 أسابيع يكون موجود مع الفرقة يلحق كأس العالم بإذن الله، لكن أجاي للأسف مش هيكون مع النادي الأهلي لمدة 3 شهور جايين. نتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة سريعا بإذن الله لتدعيم صفوف الفريق.
خبر ايضا مهم من سوبر كوره على فيسبوك، وبيقولوا ان الاهلي يبحث مع موسيماني خطه تدعيم الفريق قبل مونديال الانديه. مستر بيتسو موسيماني كان ليه بعض التصريحات هنا في قناه النادي الاهلي من خلال الحلقه اللي كان متواجد فيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وكان من خلال ايضا الاستاذ يعقوب السعدي اللي قدم هذه الحلقه. وكان الراجل اتكلم عن ان الفرقه هتكون محتاجه لاعب او اثنين خلال الفتره اللي جايه عشان نقدر ان احنا نلعب بشكل اقوى في كاس العالم. قال احنا عندنا لعيبه بكواليتي عالي جدا، لكن لازم يكون في اضافات كمان ليهم عشان نقدر ان احنا نادي المطلوب. كل الامور دي يعني في خلال بحث دائم ومستمر من خلال طبعا لجنه التخطيط للكره، كابتن محمود الخطيب المشرف على الكره، وايضا مستر بيتسو موسيماني، وتنسيق في كل هذه الامور. وهنشوف طبعا، احنا ما نقدرش نستبق الاحداث، ما نقدرش نعلن عن اي امور قد تحدث، في انتظار دايما الرسمي من قبل النادي الاهلي. وفي كل الاحوال نتمنى التوفيق في اتخاذ القرارات الانسب في مصلحه النادي. دي كانت اهم الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في ترند الاهلي النهارده. خلينا نروح لتفاعل حضراتكم، وكان سؤال الحلقه بيتعلق بايه هي اقوى مواجهه في دور ال 16 في بطوله دوري ابطال اوروبا. نبتدي باندرو نبيل، واللي قال باريس وبرشلونه هي اقوى مواجهه. محمد عادل كمان قال برشلونه وباريس اكيد، وبعدهم تشيلسي واتلتيكو، دي حقيقه. عبد الله ابو بكر كمان قال باريس وبرشلونه، ليفربول ولايبزيج، تشيلسي واتلتيكو. المباريات كلها اقوى من بعض، هو ابرزهم طبعا باريس وبرشلونه من المباريات المهمه. كمان محمد حمو قال تشيلسي واتلتيكو، احمد سعيد قال برشلونه وباريس، مصطفى ومصطفى رجب قال برشلونه وباريس. بالنسبه لي انا اقوى واهم مباراه هي مباراه ريال مدريد مع اتلانتا، لان انا بحب ريال مدريد، لكن في كل الاحوال هي المباراه اللي هتبقى اكثر اثاره هي مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان، سواء مباراه الذهاب او الاياب ومواجهه نيمار وميسي. دي كانت ابرز فقرات حلقه الترند النهارده. ان شاء الله هنكون معاكم في حلقات اخرى واخبار جديده تتعلق بالنادي الاهلي ومختلف الالعاب داخل القلعه الحمراء، وبالتحديد كمان كل الاخبار الاعلاميه والمحليه من خلال الترند. بس استنونا في حلقات اخرى باذن الله. الى اللقاء.